عقدت مفوضية حقوق الإنسان في نينوى مؤتمرا لتبيان حجم المعاناة التي تواجه ذوي الهمم في المحافظة وللمطالبة بحقوقهم. وحضر عدد من ذوي الهمم في المؤتمر لنقل معاناتهم وللوصول إلى حلول لتذليل المعاناة، مطالبين الحكومة بتطبيق قانون 38 المعني بحقوقهم وتوفير أماكن لهم للتنقل في الدوائر والمؤسسات من دون إعاقة، لا سيما أن معظم الدوائر الحكومية والخاصة لا تتوفر فيها مصاعد أو سلالم مخصصة لذوي الهمم. تدمج هذه الشريحة مجرد بتفعيل قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013. إذا فعل هذا القانون ففيه ما يكفي لحقوق ذوي الإعاقة. إذا فعل يعني هذا القانون، يعني من ضمن بنوده ومواده مواد كثيرة، يعني من ضمنها أنه 5% في القطاعات العامة تشغيلهم، 3% من القطاعات الخاصة إعفائهم من الرسوم والضرائب الجمركية، استيراد سيارة إعفائهم بنسبة 10% من كل ضرائب الدخل. اليوم الأشخاص ذوي الإعاقة مدى يعانون من الإعاقات مالتهم قد مدى يعانون من المجتمع اللي هم مدى يحسون أن المجتمع رافضهم ومدى يتقبلهم. فاليوم نريد أنه من خلال هذا المؤتمر ومن خلال وسائل الإعلام اللي متواجدة هنا أنه نقل صورة حقيقية عن الأشخاص ذوي الإعاقة والتفاتة حقيقية أنه هم أشخاص قادرين على المشاركة في كل شيء، وأنه اللي نطلبه أنه تكون بس توفير طرق سالكة حتى يقدرون على التحرك بحرية كاملة. معاناتنا يعني إحنا مثل ما تشوف أنت ممرات ماكو طرقات ميسرة أشخاص ذوي الإعاقة، بعض الدوائر نروح نعاني بيها يعني بالصعوبة تقدر تصل، يعني بعض تريد تواجه مدير أو مسؤول طابق ثاني، بعض المستشفيات ما بيها مصاعد، يعني بعض المفاصل بدائرة الصحة لازم تصعد فوق أنت، فهناك مصاعد ماكو غير شغالة.